ايه بقى اللي هتقوله لنا عنه زي ما هم قالوا عنك؟ افتن عليه. يعني مثلا في المذاكره سهيله طول عمرها بتذاكر، طول عمرها بتحب المذاكره وشاطره وبتجيب درجات عاليه، ودخلت الجامعه البريطانيه بسكولرشيب. عندي اياد وجميله طول عمرهم دماغ فنيه، يعني ما ولا يحبوا الكتب ولا المذاكره ولا الفن مسيطر. الفن مسيطر. فاعمل ايه؟ يعني مثلا كنت اروح المدرسه، كانوا مسميني مامي بير، اللي هي روح المدرسه، المدرسه تقف على رجلي. ليه بقى؟ لانه كان المدرسين يقولوا لي ايه ابنك مش جايب درجات مش عارفه، يقول لهم مش مهم. يعني ولا كان كنت معنيه بالدرجات قد ما معنيه اخلاقه وسلوكه. وانه يبقى بس مستوعب وفاهم. جميلة بقى برضو ملهاش خالص في الكتب ولا بتحب تفتحها، فهنعمل ايه طيب؟ فكنت اخدها مكتبة وتختار هي قصص تتعلم منها القراية بقى عربي وهي لسه في ابتدائي، عربي وانجليزي، مش مهم بقى منهج الحكومة ده، المهم انها تعرف. فأول امتحان في ثالثة ابتدائي في الإملاء جابت 1 من 10. شكرا. بس فباباها بيقول لها ايه ده يا جميله 1 من 10؟ قالت له ده 1، هو انا جايبه 0. انت كريمه جدا. فقال لها بصي هو مش 0 بس، يعني ان شاء الله الشهر اللي جاي نجيب درجه احسن. فالشهر اللي بعده جابت 3 من 10. عمل لها حفل. حفله. طبعا تطور، بروجرس حصل. دلوقتي هي بقى في الجامعه استريت، الله اكبر، يعني استريت ايه اللي هو اعلى درجه في كل المواد، ولو جابت بي بلس تزعل تزعل. فاقول لها سبحان الله ده 1 مش كده. لكل ام في مجموعه اسرار ومجموعه طريقه كلام بينها وبين بناتها بالذات، والبنات ليهم اصحاب ومعجبين ونفس في خروجه. لما حد فيهم يجي يقول لك ان هو، او حصل، ممكن ما يكونش حصل، لو حصل يعني ان هو معجب بحد، ايه رايك في ده؟ بتبقي متجاوبه ولا بتقفشي؟ بقفش. ليه يا روحي؟ ليه؟ لان انا زي ما هم قالوا تجربه، انا دغري، وما احبش انه، يعني انا من النوع اللي بحس ان مشاعري دي امانه شديده، فما بحبش اديها لاي حد. ايوه، ايامك وجوزك اللي انت اتجوزتيه ده حد مش متكرم منه كتير، فايامك غير ايامهم. خلاص لو معجبه بيه قولي له، هي دي نقطه الخلاف اللي ما بيننا. يعني ايه لو معجبه بيه؟ يعني لو حد يرد عليها قولي لنا. حد يرد على، يعني ايه لو معجبه بيه قولي له؟ طب وبرستيجي؟ ايوه يا جماعه، السيده خديجه رضي الله عنها هي اللي راحت خطبت الرسول عليه الصلاه والسلام. طب ماشي، ما انا ممكن اعجب بناس كتير على مدار الحياه، يعني لغايه لا مش مين. الاعجاب، مش الاعجاب بتاع انه حد، يعني لا، لو في حاجه او حد بيرسم مثلا، هنقعد بقى 2 3 كده عمالين بنعيش في الوهم؟ يعني ما يفرض. يعني انت الايقاع السريع؟ لا مش الايقاع السريع. بصي انت، انا ما بحبش سوء التفاهم. يعني ممكن حد يبقى لطيف جدا وكير جدا، بس هو مش حاطك في المساحه دي، حاطك في الفريند زون، البيستيز، عارفه المصطلحات اللي طالعه دي؟ البيستيز. فهماني؟ اللي هو انا بقى هنا ممكن دماغي ما بقاش حطاه في البيستيز، ان هو بيست فريند والكلام اللي انت عارفاه ده. طب انا ليه بقى دماغي تسحولني ويبقى هو دماغه في حته ثانيه؟ اول ما حد، لا، انا فكرتي انه لما حد يبقى الكير بتاعه اكتر من العادي، يعني انا واحده من الناس، عندي يعني عشرات ومئات الزملاء والاصدقاء الرجاله اللي بحترمهم جدا، بس كلهم في مساحه واحده. طب لو لقيت حد بيعطف ويلطف لابعد من المساحه دي، علشان انا دماغي بس ما تلعبش، ماشي، وابقى انا عايشه في الوهم اللي هو تعالى بقى ابن الحلال، احنا دنيتنا فين؟ هو ده بس اللي انا بقصده. تفكيرك مش شرط انها تبقى موجوده. علشان كده انا والله بحترم ده، وعشان كده بقفش، بس ما بمليش على حد حاجه. بس انت رغم ان انت شفت مثلا فيلم الهوى سلطان، لما سهيله حبت تروح تشوفه روحتي معاه؟
لا هي سهيله بتروح ومع اصحابها وعندها شلل كبيره من اصدقاء يعني ولاد وبنات محترمين كلهم. ماما راحت معاك كده بس هو كان يوم حلو خرجنا سوا مفيش سبب معين يعني. ما كناش اصلا نازلين له, احنا كنا خارجين فقلنا طب ما نشوف فيه الفيلم فيه في الحفله ولا لا. عجبك الهوا سلطان بالافكار بكل حاجه قوي. انت ماما ما اعترضتش يعني على افكاره. بصي هو الهوا سلطان في مستويين الناس خلطه ما بينهم. في مستوى اللي هو بتاع منى شلبي واحمد داوود اللي هو زي شكلنا وزينا. المستوى الثاني اللي هو بيشرب ويسهر وبتاع ده مش منى شلبي واحمد داوود. ده هم حاولوا يبقوا شبه التانيين وما نجحوش. عشان كده لما انا بقول الفيلم عاجبني ناس يقولوا لي بس في شرب كتير. يا جماعه انتوا مش لاقطين انهم يوم ما راحوا يتجوزوا اولا هم ما تفاعلوش مع المستوى بتاع اللي بيشرب وبيسهر في البرة. ما تفاعلوش. هي كانت مخطوبه نفسهم ما لقوش نفسهم. هي كانت مخطوبه او اللي عايز يخطبها من المستوى ده وهو كان خاطب واحده من المستوى ده. ما لقوش نفسهم. المستوى اللي هو يا اما ابر ميدل كلاس بكتير يا اما الاغنياء يعني او وات ايفر المستوى. فالناس بتحسب ان الفيلم كله بيروج للشرب. لا هو الفيلم بيحسب. انا بالنسبه لي كان طبقتين. هم ما لقوش نفسهم في الطبقه دي فرجعوا بدليل انها ساعه ما جت تتجوز هي كان حلمها تتجوز في دار ولا في نادي وتورته عاديه والبتاع الشموع العادي مش انهم يعملوا ايفنت في كلاب بالليل يشربوا فيه. طيب دايما كنت انا بقى اكمل بس انا بقى اللي عاجبني الخط بتاع منى شلبي واحمد داوود اللي شبهنا الطبيعي اللي شبه المجتمع على فكره. انا كنت شايفه انا نفسي انا وحافظ اللي هو هما بيقولوا قفشه فيلم بيكملوا لبعض. خطيبها ما كانش عارف هي بتقول ايه. كانوا بيلفوا يكروزوا بالعربيه. هو لما كانت قاعده معاه قال لها انت مبسوطه؟ هو مش مستوعب ده. انا ممكن كنت اقعد انا وحافظ نلف بالعربيه ست ساعات